يقول يسأل عن عدم إعطاء المرأة حقها في الصداق ويتأخر حتى يموت الزوج ولا تعطى صداقها. هذا من أكبر الذنوب وأكبر المعاصي ومن الغصب ومما يحبس فيه الزوج الرجل يحبس فيه في الدين، لأنها دين من الديون، والميت إذا مات عليه دين ولم يقضى دينه ولم يعني يحلل منه من صاحب الدين فإنه يبقى محبوسا به يعذب به، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات عليه دين وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وتعاهد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأداء دينه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل الذي تعاهد بأداء الدين في اليوم الثاني يعني من موته، يعني علم أنه لم يؤدي، سأل في اليوم الثالث قال أديت عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، يعني كان يتعذب، كان هذا الدين يحرقه، كان يعني يكويه، فما برد جلدته عليه حتى أدي عنه دينه. وكذلك الزوج إذا ترك ولم يؤدي الصداق ومات ولم يؤد عنه من تركته فور موته فإنه يعذب بهذا الدين. صار الصداق دين من الديون، بل هو من أوجب الديون، يجب أن تؤدى في وقتها، وتأخيره إلى هذا الوقت هو ربما أصلا يعني فيه إثم، لأن الدين لابد إذا كانت المرأة رضيت بذلك وأنها لا تريد فهذا يعني لا حرج في ذلك، يعني المرأة الله عز وجل يقول آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إذا كان يطلب نفسها بذلك لا حرج، لكن إذا كان تطالب بدينها ولا تستحي ولا تستطيع أن تطالب به ويمنعها الحياة والورثة يعني يمنعونها بعد الموت، فهذا هو يعني عذاب للزوج، والمرأة يعني حقها قائم ولابد أن تتحصى عليه ويؤدى إليها.